بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم محمد سعيد. ان شاء الله دي هتكون السيشن الثالثة في كورس الموبايل، والسيشن دي هتكون لطيفة جدا لان احنا هنتكلم فيها عن الجزء العملي بقى، مش هنتكلم عن الثيوريتيكال خالص. السيشن دي بعنوان بيز ستيشن سايت تايبس اند كومبوننت. هنتكلم فيها عن يعني ايه بيز ستيشن، مكونات السايت، الكباين، الانترنت، الحاجات دي كلها. طيب تعالوا نبدأ بسرعة. اول حاجة احنا اتكلمنا عن ان في حاجة اسمها احنا عندنا جنريشنز اللي هو ال 2G وال 3 وال 4 وال 5 والكلام ده كله. ال 2G اسمه ال GSM، وال 3G WCDMA، وال 4G اللي هو ال LTE. في حاجة اسمها Network Architecture أو شكل الشبكة وال Elements بتاعتها. على سبيل المثال 4 GSM احنا عندنا Network ال GSM بتتكون من BTS, PSC, MSC, HLR وهكذا. دي ال Elements بتاعت ال Network. ال Elements دي في الحقيقة هي كباين Devices, Hardware، وبتشتغل بسوفت وير. فور دبليو سي دي ام اي اللي هو ال 3 جي احنا عندنا الاليمنتس اسمها نود بي و ار ان سي و ام اس سي و اس جي اس ان وهكذا. لل ال تي اي او ال 4 جي عندنا الايكويبمنت بنسميها اي نود بي، دي البيز ستيشن وسيرفنج جيت واي وموبيليتي مانجمنت انتيتي وهوم سبسكرايبر سيرفر وهكذا. مش هندخل في تفاصيل الثيوريتيكال دي دلوقتي. على سبيل المثال تعال نمسك الجنريشن اللي هو ال 2 جي. الجي اس ام اركتكتشر او شكل شبكه ال 2 جي بتبقى بالشكل ده، واتكلمنا عنها المرة اللي فاتت اللي هي البيز ستيشن والسنترال وبقية النتورك. وقلنا ان البيز ستيشن او البي تي اس دي عبارة عن السايت اللي احنا بنتكلم ونعمل المكالمة والداتا والانترنت اكسس من خلاله. طيب what's the function of base station؟ يعني السايت او البيز ستيشن ده بيعمل لي ايه؟ اول حاجة هو حلقة الوصل بين موبايلي والنتورك. تاني حاجة هو المسؤول عن حاجة اسمها باور ميجرمنت ليفل ريبورت، يعني هو اللي بيحسب الباور اللي مستقبله كل يوزر. تالت حاجة هو اللي بيعمل الموديليشن والديموديليشن والباور امبليفيكيشن والفلتريشن اوف سيجنال والكلام ده كله، بنسميها الار اف فانكشنز. يعني هو اللي بيكبر الباور اللي رايح لي، هو اللي بيعمل فلتريشن للسيجنال في باند معين، هو اللي بيعمل الموديليشن والديموديليشن الكلام ده كله. في ثلاث مصطلحات بنسمعهم على طول، عايزين نعرف الفرق ما بينهم. ايه الفرق ما بين كلمة سايت وسيل وسيكتور؟ سايت اللي هو التاور اللي انت شايفه ده بالانترنت اللي عليه بالكباين بكل حاجة، ده اسمه سايت كامل. سيل السايت اللي احنا شايفينه ده بيغطي تلات اتجاهات، كل اتجاه منهم بيبقى عليه انتنة بتغطيه، الانتنة اسمها سيكتور، والمنطقة المتغطية المساحة الجغرافية اللي فيها الناس اسمها سيل. يبقى الـ ايه هو السايت؟ هو التاور بالانترنت بالكابينتس بالهاردوير. ايه هو السيل؟ هي المساحة الجغرافية اللي موجود فيها الناس اللي بيغطيها سيكتور واحد. ايه هو السيكتور؟ هو الانتنة اللي بتبث. يبقى السيكتور هو الانتنة، السيل هي الاريا الكفرد باي ذيس انتنة، السايت هو البرج والكباين والانترنت التلاتة كلهم في التلات اتجاهات. يعني احنا عندنا هنا مثلا one site، عندنا three cells covered by three sectors. ايه هي انواع السايتس؟ الحتة دي مهمة قوي. انواع السايتس عندنا مثلا في اول نوع اللي هو الجرين فيلد اللي احنا شايفينه، زي اللي احنا شايفينه ده. الجرين فيلد ده بيبقى سايت مبني على الارض، بيبقى في المساحات الخضراء او في الصحراء او في الحتت دي كلها، في المساحات الواسعة يعني. عندنا نوع تاني اسمه روف توب. روف توب يعني سايت مبني فوق عمارة او فوق مصنع او فوق مدرسة او فوق اي حاجة عشان يستفيد من ارتفاع المبنى ده. اي سايت فوق مبنى بنسميه روف توب. في حاجة اسمها ستاب تاور. الستاب تاور ده من الانواع الروف توب، يعني بتلاقيه دايما فوق مبنى، فوق عمارة، فوق اي حاجة، ده شكل الستاب تاور. كاو ده اختصار لحاجة اسمها سيل اون ويل. سيل اون ويل، السيل اون ويل دي بتبقى عربية عليها تاور، وميزتها ان هي بتتحرك، ممكن تتحرك من مكان لمكان وتغير مكانها. ممكن نستخدمها في الاستاد، ممكن نستخدمها في الاماكن اللي بنحتاج فيها ترافيك فجأة والترافيك بيتغير فيها، في منها في موقف العاشر، في منها في كذا مكان. سيلف سبورت ده نوع من انواع التاورز، بيديني مميزاته ان هو بيدي يعني اطوال عالية. سيلف سبورت ده مستخدم كتير اوي. سيلف سبورت ده نوعه من انواع الجرين فيلد، يعني احنا قلنا الستاب تاور روف توب، لكن السيلف سبورت جرين فيلد. بالم تري من الانواع اللي بنشوفها كتير. البالم تري هو عبارة عن حاجة على شكل نخلة، بس هي في الحقيقة عبارة عن تاور،
وحتى هتلاقي فوق عليه اللي متركب فوق الانتنات، وتحت بتلاقي الكابينتس او الهاردوير او الكباين. ازاي فرق ما بين النخله العاديه والبالم تري اللي هي البيز ستيشن؟ التلاتة اللي على اليمين دول بيز ستيشنز عشان عليهم انتنات، وباين قوي ان البالم تري بتبقى مظبوطه جدا بالمسطره. لكن اللي على اخر واحد على الشمال انا حاططها لكم مخصوص عشان اقول لكم ان دي نخله عاديه وباينه قوي، ولا فيها انتنه ولا فيها حاجه. مونوبول ده نوع من انواع السايتس، بيكون قريب شويه من البالم تري، بس البالم تري هي بتبقى شكل المونوبول بالظبط، بس عليها كسوه من بره وجريد عامل زي النخله، فيديها شكل نخله. ايه الفرق ما بينهم في التركيب؟ مفيش فرق تقريبا، بس البالم تري بنحطها في المدن الجديده، في الجاردنز، في الحتت اللي مش عايزين نشوه صورتها بشكل برج، لكن المونوبول بنحطه في اي حته. طيب نقطه مهمه قوي، ايه انواع الانتنه؟ ايه التايبس اوف انتنه؟ عندنا ثلاث انواع رئيسيه من الانتنه بنستخدمهم في التليكوميونيكيشن. اول نوع المايكرويف ديش، ده نوع مهم جدا جدا. لينكات المايكرويف او دشات المايكرويف دي بنسميها بوينت بوينت لينك. يعني ايه؟ يعني الدش اللي انت شايفه ده بيطلع بيم واحد بس في اتجاه معين رايح لانتنه زيها بالظبط الناحيه التانية. الانتنه اللي ناحيتي انا اللي انا واقف عندها اسمها نير اند، اللي الناحيه التانية اسمها الفار اند، وممكن نسميهم اسامي تانية. ممكن نسمي اللي ناحيتي سايت والناحيه التانية فيسنج. ده بنسميه بوينت تو بوينت ليه؟ عشان ده واحد بيبعت لواحد. طيب المايكرويف لينك احجامها ايه؟ احجامها بتبدا من 20 سنتي دايمتر يعني قطر لحد 3.7 متر. طب الترددات او الفريكونسيز اللي بتشتغل عليها كام؟ بتشتغل من اول 6 جيجا لحد 86 جيجا هرتز، من 6 جيجا لحد 86 جيجا هرتز. طيب النوع التاني اومني دايركشنال انتنا. الانتنا الاومني دايركشنال دي بتبث، مش بتطلع بيم، لا بتطلع راديشن في 360 درجه هوريزونتال، يعني في الاتجاه الافقي، بتديك تغطيه في جميع الاتجاهات في الاتجاه الافقي، يعني في 360 درجه. اللي على ايدي الشمال ده شكل الراديشن او راديشن باترن، اللي على ايدي اليمين شكل الانتن. دي اسمها اومني دايركشنال انتن. دي ما بنستخدمهاش كتير، هي شبه ما بنستخدمهاش في الموبايل كوميونيكيشن، ممكن نستخدمها في الراديو في الحاجات التانية دي. تالت نوع سيكتور انتن، وده بنستخدمه في الار اف. ايه هو السيكتور انتن؟ سيكتور انتن هو انتن بتدي تغطيه في زاويه معينه في حته معينه، مش في 360 درجه كله. لو انا عايز اغطي، لو انا عندي السيكتور انتنة بتغطي 60 درجة هوريزونتال وعايز اغطي الاريا كلها، يبقى انا محتاج كام؟ محتاج 3 عشان اغطي ال سوري معلش، لو انا عندي الانتنة بتغطي 120 درجة يبقى انا محتاج 3 عشان اغطي 360. السيكتور انتنة دي بتبقى بنسميها دايركتد انتن. يعني ايه دايركتد؟ يعني بتدي في اتجاه معين. بس الفرق ما بينها وما بين المايكرويف ان دي المايكرويف بيطلع بيم، دي بتطلع مجموعه من البيمز رايحه لكذا يوزر. طيب احنا بنستخدم ايه في التلي كوميونيكيشن؟ بنستخدم ده المايكرويف ده، وبنستخدم السيكتور ده. المايكرويف ده بيبعت لمايكرويف تاني، ده بنسميه بوينت تو بوينت. لكن السيكتور ده سيكتور انتنا اللي هي الانتنا الطويله دي او المسطره دي بنسميها ساعات البانل انتنا، دي بنستخدمها عشان نبعت لليوزرز. طيب لو انا قلت السايت عبارة عن ايه، البيز ستيشن او السايت اللي احنا شفنا انواع ده عبارة عن ايه، لو دخلنا قسمناه بقى هنقسمه من على الشمال تلات اجزاء زي ما احنا شايفين: سيفل وباور وتليكوم. سيفل اللي هو الجزء المدني اللي في السايت، اللي هو حاجتين: شيلتر وتاور. الشيلتر اللي هو الاوضة اللي انتوا شايفينها اللي بابها مفتوح دي، اللي فيها تكييفات. الاوضة دي اسمها الشيلتر، وشيلتر يعني حاجة بانكلوجر كده بيبقى جوه الكباين والهاردوير والاكويبمنت بتاعت التليكوميونيكيشن، عشان يحميها ان هي ما تتسرقش، عشان يحميها من الحشرات، عشان يظبط لها درجه الحراره. ده الشلتر. اللي على يمينه التاور اللي هو البرج اللي احنا عرفنا ان انواع جرين فيلد وروف توب وستاب وبالم تري وكاوا ومونوبول والحاجات اللي احنا شفناها دي كلها. يبقى جزء السيفل اللي بيعمله المهندس المدني ده التاور والشلتر. نيجي بعد كده على جزء الباور اللي هو بقى الكهرباء بتاعت السايت. السايت ده هياخد كهرباء ازاي؟ في حاجات كتير، في اي سي ودي سي. الاي سي اللي هو الكيبل اللي هو الثري فيز اللي هو فيه اربع اطراف، ثلاثة لاين وواحد نيوترال، اللي بيكون جاي لي من شركة الكهرباء. تاني حاجة البطاريات، البطاريات دي بتكون دي سي، وبيكون البطارية بتبقى 6 سيلز، 6 سلات، كل سيل بتديني 2 فولت، فلما يتوصلوا سيريز البطارية كلها على بعضها تديني 12 فولت.
الايكويبمنت بتاخد باور نيجاتيف 48 فولت دي سي او سالب 48 فولت دي سي، فبالتالي محتاج لها 4 بطاريات مينيموم يتوصلوا سيريز 4 × 12 ب 48. طيب في حل تالت اللي هو الجنريتور. زي ما انتم شايفين الجنريتور الاحمر ده اسمه هوندا او بورتابل، والجنريتور الاصفر اللي على شماله ده جنريتور كبير بيكون موجود في المواقع ثابت ما بتحركش بيه. الجنريتور حاجه بتاخد سولار وبتبدا تطلع لي السولار بيتحول لطاقه حركيه، وطاقه حركيه بتتحول لطاقه كهربائيه بيطلع لي كهرباء. في حاجه رابعه اسمها الباور كابينتس، ودي كباين بتبقى فيها سيستم كامل، كنترولر وبطاريات وسيستم كامل، علشان لما الكهرباء تقطع الاي سي يقطع يبدا هو يتحكم ان هو يدخل البطاريات في الخدمه او يخرجها. يبقى اتكلمنا عن جزء السيفل وجزء الباور. الجزء الثالث اللي هو التليكوم، ده جزء الاتصالات بقى والسيجنال بتاعتنا، وده عباره عن حتتين، الار اف كابينتس والترانسميشن كابينتس. الار اف كابينتس هي كباين ال 2G وال 3G وال 4G، ودي اللي بتتعامل مع اليوزر. والترانسميشن كابينتس هي كباين المايكرويف اللي بتنقل الداتا من السايت كله للسايت التاني. ودي ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل جزء التليكوم المره الجايه باذن الله. طيب لو حد عنده اي سؤال، ده الكونتاكت بتاعي، يبعت لي السؤال بتاعه وهجاوب عليه ان شاء الله. يلا بالتوفيق.